الخطوه هنعملها النهارده ايه؟ البريبريشن اللي احنا هنعملها على طبعا انا عشان اشتغل بعمل ريتراكشن كويس للليد من هنا للتشيك، وبعد كده عايز اعمل بريبريشن عرضها 4 مللي مع اللونج اكسس او مع الباس اوف انسرشن اللي اشتغل عليه. يعني لا همايل ايدي كده، مايل كده ايدي كده امتى؟ لما يبقى الباس اوف انسرشن كده، ومايل ايدي كده امتى؟ لما يبقى الباس اوف انسرشن بتاعي كده. فانا همشي مع الباس اوف انسرشن، هعتبر ان هو مع اللونج اكسس بتاع السنه، وهبتدي اشيل وانا فولوينج الكونتور. يعني ما اجيش اروح جاي قاطع زي ما اكون بعمل سلايسنج لل في الفيكسد، يعني ما يكون ستريت لاين، واخد بالي ان انا بشيل وذين الانامل. تمام، هناك كنت بعمل ديبس اورينتيشن جروفز وبعمل سلايسنج وبعمل كده، ان انا داخل في الايه في دينتين. لكن هنا طبعا بحاول ان انا امشي ايدي تبقى ايه فولوينج للكنترول. غالبا دكتور البريمولر فيكون كافيتي في الميديال او الدستل. غالبا ايه؟ بيكون كافيتي. يعني ايه بيكون كافيتي؟ الدبريشن. مفيش دبريشن هنعمله النهارده، احنا بنعمل دلوقتي ذا جايدنج بلين، ينتهي فلاشد مع السنه من هنا، وينتهي فلاشد مع السنه من هنا، ومن هنا ومن هنا. انا مجرد ان انا بعمل فلاتنينج، بس فلاتنينج للسيرفيس من هنا. هرجع هنا واتاكد ان انا ما عملتش اي ليدج ومفيش اي كاتش، لان ممكن وانت شغال ايدك تتهز فتعمل ايه كاتش. ابص كده واشوف ماشي سموث كله من فوق لتحت ومين وشمال زي ما انت شايف كده. الشكل اخد من اللاين انجل من هنا لغايه اللاين انجل من هنا، وماشي بطول ارتفاعه حوالي 3 مللي. انا معايا قلم حبر، فلو انتوا عايزين ان احنا زياده تاكيد ان انا اوريكم بادئ منين وناهي فين، فممكن ده كده ارتفاع عرض وده كده عرض. واضحه كده يا جماعه؟ واضح. عايزين تبصوا الاول قبل ما يبدا اوكلوزر ريست، ولا تشوفوا بعد ما نخلص اللي رايحته بس بالمر؟ هتلاقي فيه فلاتنينج بقى معمول على الديستال سيرفيس زي ما انتم شايفين، خد وقت ايه ثواني بس تاخد بالك من التاتشات بقى. يعني انت اولا شغال في اكريل، يخلي ايدك ثابته، شوف الانجليشن بتاعتك انه اوقات ممكن ايدك ايه وانت شغال تسرح، وده بيحصل كتير خلاص. وانت شغال برضه ممكن ايدك ايه تتقل فتشيل ازيد، انت مش عايز تعمل لا كده ولا كده. خلي دكتور اهم شيء انه يمشي مع السن، خلي يعني بارلل تو ذا لونج اكسس اوف ذا توث. هنا انا خليته بارلل لونج اكس بتاع التوث، لان انا ما عنديش باس اوف انسرشن، لكن في الاساس انا بخليه بارلل للباس اوف انسرشن. ايه اللي بيحدد الباس اوف انسرشن؟ السيرفينج اللي انت عملته قبل كده. خلاص نبدا نعمل ايه اوكلوزر ريست سيت بريباريشن. لازم تكون ايدك عامله سبورت على حاجه، ما ينفعش تبقى انت ايدك طايره في الهواء كده. تمام، لازم تكون عامل سبورت على حاجه. فلو انت مثلا ماسك كده، خاصه ان اوقات بتبقى الهاند بيس يعني تقيله مش خفيفه، فانا هعمل مثلا واحده هنا واحده هنا. انزل الاول في النص، على نفس الفرصه في نفس الفرصه. ما بسيبش ايدي تفضل نازله على طول زي ما انتم شايفين، ايه بنزل واطلع.
بنزل واطلع. خلاص اجي اشوف انا كده الدبس اللي انا نزلته قد ايه. لو انا عندي كاليبر كنت اقدر اقيس هو عرض ده قد ايه ودبسه قد ايه. انا كده نازل لغايه تعتبر ايه كانها نصها نص صح. ما تنزلش للفول دبس مره واحده، ادي فرصه لنفسك ان ممكن تحتاج تعدل بعد كده وتعمل سموثنج في بعض الحتت. لانك لو نزلت بالدبس اللي انت عايزه كله مره واحده وبعدين جيت تعمل سموثنج هتنزل ازيد صح. طب دكتور انت تطلع تدخل عشان لو اخطيت تعدل؟ لا، اولا عشان ما يحصلش هي جنريشن، احنا هنا ما فيش ووتر اصلا. الحاجه الثانيه ان انت برضو وانت شغال انت بتنزل تنزل تنزل، انترميتنت كاتن دي مطلوبه بدل ما تنزل كله مره واحده. وبعد كده هبتدي ايه المرضي الرجل. اعمل بالاير انعم شويه كمان، وبعد كده اعمل الراونديشن اللي على المارجن ريدج. فاونديشن بسيط واجي اشوف هل في اي كاتش. لو في اي كاتش بيحصل اعرف على طول ان انا ايه الحته دي محتاجه يتعمل فيها شويه سموث. بص هنا عشان السنان اكريل فالجزء اللي احنا اتضغط فيه في النص ده اتحرق شويه، شايف لونه غمق. وفي ماء ما يحتاج صح؟ لو في ماء طبعا ما كانتش حصلت. هندي واحده كمان كده ايه هنا كده عشان ننزل الدبس هنا الانجليشن بتاعتها شويه عشان يبقى الزاويه اكيوت انجل. هعملها لكم برضو باللون الاسود عشان تشوفوها اكتر. بعد كده نعمل على ايه على المولر ونوريكم على المولر. بصوا كده كده اظن واضحه. شايفها كده؟ استنى كده نعمل لكم الحته دي عشان مش من هنا. Thank you.
نخش على المولر ولا نعمل لكم ال عايزين تعملوا الجنب الثاني كان احنا عاملين ريست ميزيال وديستال. ايوه ما هو لا ده عشانكم يعني ولا نخش على المولر على طول نشوف على المولر نخش على المولر اللي في الجنب الثاني نفس الكلام انت هتبتدي تعمل بريبريشن. لو انا عندي حاله زي كده مثلا مفترض ان السادل هنا وانا رايح هناك اعمل كروس ارش ستابلايزيشن لازم هتستخدم الايه الراوند دي مش هتعرف تستخدم الفوت دي. حركة المتر مرجع حديدة دي علشان ايه يعمل عملية ايه الرونديش. انا كده نزلت بالدبس ليه لو سادل انا ما هو خلي بالك هي ممكن تبقى سنة كأنك معدي جنب التاني الكروس اش ستابلايزيشن برضو عليها كروز الريست يعني ده هيقابلك الوضع ده وهيقابلك ان انت ممكن تبقى مخلوع وهي ابطمنت ده وارد وده وارد. هتساوي الدبل ايكر لو هتساوي دبل ايكر او هتعمل مالتيبل كلاس. مالتيبل كلاس يعني باصين لبعض دبل ايكر يعني بظهر بعض. خلاص انا مثلا كده ايه نزلت بالدبس هنا بس محتاجه ايه شويه سموثنج وانا طالع من هنا وطالع من هنا. مش متخيل ان هو هيبقى ناقص. طبعا لو انا عامل دبل ايكر هنا يعني هعمل واحده هنا واحده هنا الماينر كونكتور الحته كنت بحكي لكم عليها الماينر كونكتور هنا اللي هيطلع يوزع التوزيعه دي لازم يتعمل له حساب ساعتها لازم هاخد شويه من هنا وهاخد شويه من هنا بعد ما اخلص الريست بريباريشن اضافيه للماينر كونكتور. لان انت لو ما عملتش كده هيطلع هنا هتضطر ان انت تخلي الماينر كونكتور طالع فوق مستوى الاوكلوزال سيرفيس هيتعارض مع الاوكلوزال ففي الحاله دي هتحتاج تعمل بريباريشن ازيد من هنا شويه وازيد من هنا شويه. نفس الكلام لو الكلاس بارم طالع من هنا ما الكلاس بارم عشان يطلع من هنا هتبقى الحته دي لازم هتعدي فوق التو ستراكشر. لو عدت فوق التو ستراكشر ولقيت في مشكله مع الاوبوزنج يبقى لازم هتعمل لها شويه بريباريشن برده من هنا. خلاص نعمل الجنب الثاني البروب بتاعي وبعدين اتاكد بص كده سموس ازاي هنا في حته بتكاتش شويه بص يعني هنا الدنيا ماشيه كويس بس في حته هنا بتكاتش شويه الحته دي راح بيها ايه صراحه كده اعملها سموس بقى كله سموس. اعمل لكم عليها بالقلم الحبر برضو
لا دكتور انا بشوفه بدون دكتور لازم دائما نبدا بال يعني موست سنترال بار يعني اشوف تبدا من هنا ثم تطلع وش انت دلوقتي ايه اعمق حته هي في الحته اللي توورد الايبكس ابدا في دي الاول وانزل بس ما تنزلش كل الدبس اللي انت عايزه انزل قبل الدبس بحاجه بسيطه خلاص بعد كده ابتدي اطلع واحده كده واحده كده وبعدين كمل السبون بالعرض بعد كده جرب بالبرو في كاتش يبقى يا دوب حاجات بسيطه لمسات بسيطه تكون انت عملت بيها لو عايز المره تكون انت ايه اديت فرصه لنفسك ان انت تعمل شويه سموثنج وما تنزلش بالدبس زياده ايه تمام هنبتدي نعمل الكناين سنجلم ريست نعمل السنجلم ريست طبعا احنا لو شغالين على السنجلم ريست انت مش هيهمك قوي الصور دي لان انا بقول لك انا مديك الفايل 3 دي كله يعني تقدر تقارن بينهم زي ما انت عايز كمان دلوقتي انت قدامك في تو تكنيكس يا اما ان انت تخش بالانفيرتد كون وساعتها هنخش بالانفيرتد كون كده وبعدين هنيجي نشيل لو في اندر كات متكون كده او ان انا اعمل كله بالايه السلندريكال او التيبر ده طب اعمل الكلام ده ازاي هدخل الاول بالزاويه دي او هنا مثلا نخليها لكم هنا بالزاويه دي خلاص وبعد كده اروح جاي عامل فلاتنج شويه من فوق تمام زي ما تحبوا هنا ولا هنا ايه اللي الرؤيه عندكم اوضح هم شايفين اللي اشتغلت هنا احنا نمشي فيها مش فارقه يعني ابدا اول حاجه ان انا اشتغل بالزاويه دي احدد الاول مكان السنجلم فين يعني انا عندي هنا سنجلم اهي خلاص قبل بدايه الايه السنترال ريد كده كده انت طالما عندك تول في ايدك المرايه تقدر ان انت بيها ايه تشوف اللي انت عايزه خش شويه كده ممكن السنجل شالو بعد كده ابتدي اعمل ايدي في الاتجاه العمودي عشان اظبط الهول ده والهول ده بعد كده ابتدي اعمل بالاير وتشيك بالايه بالبروب بالطريقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي شوف البروب هيقدر يقف هنا ولا بيحصل له سليبج هنا كده بالظبط
بشوف هذا هيقدر يقف ولا يحصل له سليبج. ولو عايز تشوف زي ما عملنا في ال بس طبعا ايه الكلام ده لو الكاست معاك بره تشوف دي هتقدر تتعلق فيها ولا لا. بس هنا طبعا ايه على الموديل ده مش هتقدر طالما في البيشنت ماوس، عايز يبقى الموديل في ايدك بره. عايزه بالظبط في الجزء بتاع السنترال يتعمل فيها دبث ازيد حاجه بسيطه في الحته دي. اهم حاجه بقى ان انا لما امسك الميرور بتاعتي كده وابص لا يكون في عندي اندر كات متكون. بصوا كده عليها، ممكن تمسك بالبروب تقدر تحس بالايه بالستيب او الليدج المكونه. اي وقت تيجي تبص مع الباس اوف انسيرشن وتلاقي ان في جزء في متكون اندر كات او كلام من ده، يبقى ده معناه ان انت الوول ده محتاج تشيل منه ازيد شويه. في شوي دكتور عادي كده يعتبر كاتش. ايه ما هو دي هي دي السنه او دي البريباريشن اللي انا عايز يبقى فيها الليست، هي دي اللي عايز اتعلق فيها زيها زي البوكس شيب. بوكس شيب عايز برضه يبقى فيها شارب انجل، لكن البول عشان يثبت يعني دلوقتي الكوزر ريست لو انت عديت وحسيت ان في كاتش يبقى دي كده محتاجه تعمل لها سموثنج شويه. اون توب اوف ذا سنجلم ذير از ستريب فوق فوق السنجلم بالظبط. السنجلم هي بلك من الانامل يسمح لي ان انا اقف واتعلق عليه. انت عايز كده بالظبط زي ما يكون واحد حاطط ايده ومتعلق على كتف زميله كده. بس مو كنا شاله دكتور، ممكن خفيف الانامل كل ده في الانامل. ولو انت شفت جزء الميتال فريم ورك اللي هيتعلق عليها صغير جدا صغير جدا. اما تيجي تعمل في اللور كمان يواجهك صعوبه شويه في الانسرشن، بس بتبقى مريح دماغك من الاوكلوجن لان مفيش اوكلوجن على اللينجوال سيرفس بتاع اللور صح. لكن في الابر لازم تاخد بالك ان الابر الكناين اللي تحت بيكون جاي بالظبط قافل على اللي هي المكان. دكتور كده الدبت كافي صح؟ كافي جدا. انت لو مش حاسس ان هو كافي تعال بص بدي ما اخي استخدم هتلاقي الدنيا غمض عين وافتح عين لان هي الفرق طبعا دي مظبوطه على الانتر بيبولر ديستنس بتاعت في انواع تانية تقدر تزود وتنقص. غمض عين وفتح عين عشان ما تبقاش الرؤيه دبل كده. حاسس ايه الدنيا اختلفت تماما واضحه جدا. تجيب الكاميرا ممكن بالكاميرا لو انت عامل زوم اعمل زوم عشان الشباب بس غمض عين وفتح عين عشان ما تبقاش دبل. ممتاز كده هون عشان تشوف الدنيا مختلفه. الشرطي ينفع عشان اعضلها صح؟ دي علشان اولا يعني بعد الاربعين شو تقرب تبتدي كده تلاقي نفسك زغللت على طول. الله يديك صحة تحمل معانا عشان والله انت ممكن تعود نفسك عليها. انت ممكن بقى لو انت يعني الفيجن وعايز تعمل حاجه اكيوريت بقى ان شاء الله في عيادتك بعد كده هتجيب مايكروسكوب. مايكروسكوب بقى بتتكلم دي كده اللي انت شفته دلوقتي ده 3.5 مظبوط مايكروسكوب في لغايه 22 فانت بتبقى شايف يعني لو في سكراتش بتبقى شايف السكراتش ده جبل. بس تكتب اي حركه تروح فيه لازم يكون معاك اسيستنت شاطر. طيب يعني طالما اشتغلت بمايكروسكوب انت مش بتشيل نظرك من على الحاجه الا لما تخلص، فانت بتعمل كده والاسيستنت تديك سكران تبقى هي عارفه انت هتشتغل ايه بعديها واللي بعديها تديها تديك. لا هو المقصد يعني كبير مره يا دكتور فالحركه الخفيفه تحس انك تشتغل مكان كبير طبعا الوقت تتعود. انت تقدر تتحكم
قد ايه. وبعدين الميزه كمان ان انت تقدر تعمل دوكيومنتيشن وانت بتصور وانت بتشتغل، ممكن تصور فيديو ممكن تصور شوتس. طبعا الشوتس بتطلع صور والله الاسعار فيه تفاوت، يعني في انواع صيني رخيصه وفي انواع الماني غاليه شويه امريكاني غاليه شويه، بس ما هياش بعيده قوي. اللي اسعارها غاليه ودي محتاجه سنتر ان يكون عندك بقى سي في 60 يكون بيم غالي والكات كاميرا. طبعا عندنا هنا نعمل البول سو هاي السلعه زو مكتب بال يعني بال كيبل سيرفيس هنا ايوه انت حاول تثبتها. لا بس تبي يشوفون مقطع الشباب هنا عادي صار باللي هو بال يعني بالانجل هنا هل المفروض انها تصير ما وجد او ما صلح شيء. انت شفت شفت المحاضره بي شيب عاملين كده بالضبط عاملين كده. لا انا اقصد انه ال مثلا انت عايزها تبقى كده التو سيرفيس ثم بعدين الكافيتي. ايوه هل يكون نظام جديد او مش قادر افهم قصدك قريب كده بس رونز اوروبا. انت قصدك ان الوول ده الوول ده صح؟ ايه. طب ما الوول ده ما فيهوش كاتش اهو، الوول ده لو فيه كاتش يبقى كده في مشكله هنا. هو ده سؤالك؟ ايه. المفروض ان انا بصوا يا جماعه دلوقتي انا استخدمته الاول وانا في الاتجاه ده. لما بعمل في الاتجاه ده وبشيل كده طبيعي ان الوول ده هيكون فيه اندر كات. صح؟ انا جيت بعد كده شلته لما جيت ايه اشتغلت على الليفل ده. فهمت قصدي؟ انا دلوقتي اشتغلت انا الاول كده، لما اشتغلت كده انا عملت اندر كات في الوول ده. اشيل الاندر كات اللي كون ازاي؟ بان انا اروح جاي معدل ايدي كده وابتدي اشتغل على الوول ده. خلاص عشان كده انا بعملها على خطوتين. نفس الكلام لو اشتغلت باندر كات بانفرتد كون برضو انت اول خطوه هتعملها هتعمل اندر كات، بعد كده باجي اشيله على الوول الثاني. اعمل اخر حاجه بقى اللي هي الايه البول ريست. نعم عشان يكون دقيق ليه قصدك تسوي كده عشان الدقه قصدك؟ لا علشان ما يبقاش عندي اندر كات. لو في اندر كات هيبقى ده معناه ايه؟ معناها ان لازم يخش الريست من الاتجاه ده. الريست هيدخل كده، عشان يدخل كده لازم يبقاش في الحته دي اندر كات. انت بتشيله. هناخد الكناين بقى اللي على الجنب الثاني ونعمل فيه البول ريست. بنشوف فين اللاين انجل اللي ما بين المارجنال ريدج اللي هنا والسنجلم، وبعدين ابتدي اعمل فيها البول ريست زي ما انتم شايفين. طبعا انا بكسر المارجنال ريدج ليه؟ عشان اعمل مكان. الطبيعي ان انت مش محتاج تكسر المارجنال ريدج، بس بكسر المارجنال ريدج ليه؟ عشان الماينر كونكتور اللي هيجي. محتاج ان احنا ننزل ازيد شويه. دي البول شيب. البول شيب اللي بستخدمها مع الار بي اي اللي انت محتاج منها يبقى فيه ستريس ريليز، فتقدر ان انت ايه حط بقى كده واشوف في كاتش ولا مفيش كاتش. في اي حته احس فيها كاتش تبقى محتاج يتشال منها شويه. نفس الكلام بنراجع هنا. لو تلاحظوا كده بصوا في السنه دي، السنه دي في تاتش هنا، شايف الحته دي؟ دي زادت شويه. الحته دي زادت شويه، شايف الحته دي؟ يعني هنا كده انا اقدر اقول ان في كاتش هنا، شايف؟ حته مش اي حد يعرف يشوفها الا ايه؟ الحته دي فيها كاتش شويه. دكتور عندك هنا نزلنا البروكسيمال مارجن صح؟ اللي كله بتنزل فيه البروكسيمال. خلصنا. اعمل بالهواء ونشف.
اللاعب يوصل ال البول حطيناها بالميزيا. بص البول